كنا لسه ايضا نشيد باداء كابتن ايهاب جلال والجهاز الفني لفريق فاركو، قدروا يفوقوا الفرقه تاني. وبصراحه فاركو النسخه دي مع الكابتن ايهاب جلال غير نسخه خالص نونو الميدا المدير الفني السابق، اللي كانت نسخه باهته دفاعيه ثقيله دمها تقيل بصراحه. لها اسلوبه بصراحه، عشان برضو ايه الراجل ما مشيش فنقول ان هو كان اسلوب سيء، بس لها اسلوبه، بس مش الاسلوب الممتع. النهارده فاركو قدم مباراه رائعه جدا، المباريات الماضيه ايضا مع الكابتن ايهاب جلال عامل مباريات فيها كوره، حتى المباريات اللي ما كانش فيها نتائج ايجابيه، بس الفرقه شكلها اتغير. فكره انك تغير فرقه او تغير شكل فرقه بطريقه كانت دفاعيه بحته، ويعني تعتمد على غلق المساحات اكتر منها كوره ممتعه وفتح لعب، تغير ده بسرعه، فده اكيد لازم يكون مع مدرب كبير زي الكابتن ايهاب جلال وجهازه المعاون. ومن جهازه المعاون دائما وابدا الكابتن الكبير كابتن حمد ابراهيم المدرب العام بفريق فاركو. يا كابتن حمد مشرف ومنور. ايمو الفل حبيبي، الله يخليك يا كريم، اخبارك ايه؟ ربنا يكرمك ومشكرنا على الكلام الجميل ده. اقل من حقكم كالعاده يعني. وحشنا يا كابتن حمد. وحشني جدا يا كريم والله، وكل سنه وانت طيب كده يا رب، وانت عام خير علينا وعلى كل الناس يا رب. يا رب يخليك. الامور في فاركو حلوه، انا شايف انه الاداء افضل، وبهنيك النهارده على الاداء. بصراحه الاداء كان رائع جدا، مش بس فوز، الاداء كمان طوال المباراه كان اداء جيد جدا. والله الحمد لله يا كريم، بحمد ربنا وبشكر ربنا، كانت نتيجه مهمه جدا واداء مهم جدا بالنسبه لنا، انك انت اللعيبه يبقى عندها ثقه بس انها تعمل الكلام اللي احنا بنقوله. بقى لنا ثلاث ماتشات او اربع ماتشات يعني اللعيبه بتحاول تنفذ اللي احنا عايزينه، لكن ما كانش في توفيق في النتائج، لكن كانت الاداء شكله مميز جدا بالنسبه لنا. تحويل طريقه اللعبه كريم برضو دي كانت مهمه جدا، اللعيبه تصدق اللي احنا بنقوله لها، لان انت عارف برضو اللعيبه كانت متعوده على طريقه لعب معينه مع مستر الميدا طبعا، والراجل له كل الاحترام والتقدير، لكن انت بتحاول تعمل بقى شكل اللعب بتاعك انت وطريقه اللعب بتاعتك، فانك انت بتغير منهم الحته ديت، دي برضو اللعيبه بيعملوا مجهود كبير جدا عشان يتعودوا على الكلام ده. لكن انا بقول برضو انت عارف عشان ما فيش وقت بين كل مباراه ومباراه، يعني بنحاول يعني الايام البسيطه اللي بين المباراه والمباراه بنحاول نعمل فيها الحاجه اللي نعود بيها اللعيبه على شكل التمرين، لان برضو التمرين متغير بالنسبه للعيبه في درجه الحمل بتاعته، انك انت بتغيره، انك انت تروح تجيب الكوره ديت بتبقى محتاجه مجهود، محتاجه دوافع واندفاع انك انت تروح تجيب الكوره، فدي بتبقى حاجه مهمه لينا يا كريم. فيا رب ان شاء الله يبقى توفيق ربنا معانا ونشتغل ان شاء الله على النتيجه دي باذن الله. القائمه قائمه فاركو فيها نواقص كثيره، خاصه ان انتم مش قادرين تضموا لاعبين جدد، بتشتغلوا على ظروف يمكن هي الظروف الصعبه الوحيده في الدوري الممتاز. هل القائمه كافيه ولا القائمه مش كافيه؟ والله يعني انت عارف ان احنا برضو اسلوبنا وسلوكنا في اي حته بنروحها يا كريم، ان احنا ما بنتكلمش على ايه لو في حاجه ناقصه، بنحاول احنا نظبطها، وده اللي بيحصل معانا حتى واحنا يعني النهارده بنلعب بحراوي في مكان مش مكانه، بنحاول نشوف مودي في الماتش اللي فات برضه كان في مكان مش في مكانه، معظم الناس بنشغلها في كذا حاجه، لكن في الاول وفي الاخر يا كريم ده شغل احنا بنحاول نعود اللعيبه عليه، 30 لعيب اللي معانا، انه في اي وقت هيبقى موجود هيشتغل اللي احنا عايزينه او اللي المفروض ان الكابتن ايهاب يقول له عليه، ونشوف بس درجه استيعاب الناس ايه، وان شاء الله كريم انا بقول يعني ان شاء الله ما يبقاش فيها مشاكل لغايه اخر الموسم، نعدي الموسم ده بس على خير يا رب ان شاء الله، لان انت شايف الدوري صعب جدا، كل الفرق شبه بعض وكل الفرق قريبه من بعض، ما تعرفش دلوقتي حتى الفرق يعني اسما يعني اصغر من ناس من الناس اللي في الدوري بتكسب وبتعمل نتائج ايجابيه، فمش هتقدر تقول بقى انا الفرقه دي هكسبها والفرقه دي مش هكسبها، صح. ما مش هنقدر نقول الكلام دوت، ان الدوري هيبقى صعب جدا يا كريم السنه دي، صح. ان شاء الله يا رب نعدي بس المرحله ديت ونشوف بعد كده هنعمل ايه. بيتقال جمله دائما شهيره انه الكابتن ايهاب جلال يحب يشتغل مع فرق ما عندهاش ضغوطات جماهيريه يتميز فيها اكثر، رايك ايه؟ كلام مش مظبوط، واحنا اشتغلنا في كل الفرق عملنا بيها نتائج ونتائج كبيره جدا، سيبنا فرقه كبيره جدا في النادي المصري وعملنا فرقه وعملنا اداء من فتره كبيره النادي المصري ما كانش بيعمله، وسيبنا الفرقه وخلاص ورحنا نشتغل في حته ثانيه، وقبل كده عملنا نفس الاداء مع النادي الاسماعيلي ونادي جماهيري، وعملنا نفس الاداء برضه مع نادي الزمالك، كان اداء كبير جدا لكن ما كانش في توفيق مع في النتائج،
يعني انا بقول لك كريم دايما احنا حته الضغوطات ديت دايما الكابتن ايهاب هو اكتر من اكتر مدربين في مصر بيحب يحط نفسه تحت ضغط لانه دايما بيبص على ان هو عايز يكسب على طول وان هو على طول مش هتكلم بقى ان احنا في شكل اللعب ممكن تلاقي حد بيتدارب في حاجه معينه في حته دفاعيه في حته مش لكن احنا من نوعيه المدربين ان احنا دايما حاطين نفسنا تحت ضغوطات احنا اللي بنحط على نفسنا شروط يا كريم في حاجات معينه احنا اللي دايما يعني خد بالك مش الضغوطات ان انت بتلعب مع قدام جمهور او الضغوطات انك انت كمدرب بتحط لنفسك دايما في ليميت وفي شكل وفي اهداف طريقه لعب انت بتلعب عليها واهداف طبعا لكن الليمت بتاعك ان انت توصل ليه ناس كتيره ممكن ما تعرفش تعمل الكلام ده كريم لكن انا بقول ان كل واحد له طريقه وكل مدربين ليها كل الاحترام لكن هيظل ان احنا اللي بنحط دايما نفسنا تحت الضغوط واحنا اللي دايما بنشتغل في الحاجات دي مش هنبص على التجربه اللي في بدايه الموسم لانها كانت تجربه بالنسبه لنا تجربه كبيره جدا اداء غير عادي قدام بيراميدز واداء غير عادي قدام زمالك ماتش كاس وماتش دوري وبتبقى يعني لكن بتحصل ظروف وبتسيب الفرقه وبتمشي ولكن ما بتبقاش بقى ان ما بتبقاش في اتجاه انك انت في كوره او حاجه لكن دي ما لهاش دعوه بقى بضغوط ومن غير ضغوط هي بتبقى ليها البعض الاغراض الشخصيه لبعض الناس هي اللي بتقعد تعمل الكلام دوت بتطلع حضرتك بتتكلم على تجربه المصري طبعا تجربه المصري لكن انا بقول الحمد لله احنا سايبين فرقه كبيره وعدد من اللعيبه مميز جدا في النادي المصري وان شاء الله احنا نقدر نعمل الكلام ده هنا مع نادي فاركو او اي نادي احنا بنمسكه وان شاء الله نطلب بس توفيق ربنا كريم ان شاء الله. اشكرك كابتن حمد واتمنى لك دايما كل التوفيق كابتن حمد ابراهيم المدرب العام بفريق فاركو من الشخصيات المحترمه جدا.